برعاية نقابة أطباء سوريا، أقامت الجمعية السورية للجراحة العظمية ندوتها الخريفية في محافظة طرطوس تحت شعار تحية لروح الشهيد البطل الدكتور أحمد عبد الكريم حسن ولأرواح شهداء سوريا الميامين، وبمشاركة عدد كبير من الأطباء من كافة محافظات القطر. نجري كامل المؤتمرات بكافة محافظات الجمهورية العربية السورية. حيوة مؤتمر علمي متميز جدا. نحن حكينا بالمؤتمرات السابقة عن الأزيات الحربية والشيء اللي قدمه الجراحين العظمية في هذه الفترة السابقة. المؤتمر هذا الحقيقة من كل المحافظات، من درعا، من القامشلي، من حلب، من حمص، من حماة، من السويدة، من دمشق، من كل محافظات الجمهورية العربية السورية. نقابة أطباء سوريا لديها طبعا برنامج عمل سنوي، إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية من خلال قيام الروابط والجمعيات الطبية التخصصية بإقامة هذه المؤتمرات، وهي مؤتمرات تندرج ضمن التعليم الطبي المستمر. الجمعيات اللي عم تقوم بالأعمال لنقل العلوم هي نقل العلوم الحديثة، ما توصل إليه العلم الحديث في الخارج، لأن جميع أطبائنا في سوريا هنا على تواصل دائم مع العلوم. تضمن المؤتمر عدة محاور شملت الجراحة الرضية وجراحة اليد والعمود الفقري والجراحة الترميمية وجراحة الأطفال، بالإضافة لورشة عمل حول جراحة الركبة. حضور هيك محاضرات هو فائدة للجميع. احنا جايين من السويدة، في زملاء جايين من الشام وحلب مختلف المحافظات. خلال هذه المحاضرات بتم تلاقح الأفكار، شوف أفكار جديدة، شوف زملائنا شو مستجدات عندهم، شو عنا نحن ممكن نقدمه، فأكيد راح تكون الفائدة كبيرة إن شاء الله. الجمعية السورية للجراحة العظمية تقيم ندوتها الخريفية وفيها مواضيع متنوعة ومحاضرين أكفاء، مما يحقق أهداف التي نسعى إليها من المؤتمر. الهدف العلمي وهو تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات والتكنيك الجديد الجراحي في الجراحة العظمية. ويأتي هذا المؤتمر بهدف تبادل الخبرات بين الأطباء وبحث التطورات الطبية والاستفادة منها، بما ينعكس إيجاباً على الطب السوري وبالتالي على السوريين جميعاً. وقدم المشاركون عدة مداخلات طبية وعلمية تمحورت حول الاستفادة من التقنية العلمية المتطورة في العالم والاستفادة من الخبرات بما يحقق الصحة العظمية للسوريين.